أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أكد الحرص على مواصلة المساعي من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين التنافسية بمختلف المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية. نعم، منوها بما تحظى به رياضة سباق الخيل والفروسية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهما يدفع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتحقيق المزيد من النجاحات بكل عزم بما يلبي الطموحات ويعزز من تقدم قطاع سباقات الخيل في المملكة. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع الهيئة العامة لنادي راشد للفروسية الذي عقد صباح اليوم في قصر الرفاع، حيث استهل سموه الاجتماع بتقديم الشكر والعرفان لكافة منتسبي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على جهودهم الحثيثة من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لأهداف النادي، مشيرا إلى حرص الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال تبني المبادرات التي تسهم في رفعة ونماء قطاع سباقات الخيل وتدعم الفرسان والمدربين وأصحاب الاستبلاط. خلال الاجتماع طلع سموه على تفاصيل مقترح المخطط العام الجديد لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والذي من شأنه أن يدعم المقومات المتنوعة التي يمتلكها النادي ويرسخ ريادة المملكة في قطاع سباقات الخيل على جميع الأصعدة، موجها سموه لمواصلة العمل على تطوير المخطط بما يتماشى مع كافة المتطلبات البيئية والرياضية والعمرانية. كما طلع سموه على مقترح الإطار الموحد للمشاريع والبرامج ذات الأولوية للنادي، والذي يهدف إلى جعل النادي أحد أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية بمملكة البحرين، حيث أشار إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي والعمل وفق أولويات محددة وواضحة للارتقاء بقطاع سباقات الخيل محليا وتوسيع مدى حضوريا وإقليميا ودوليا. وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة التنظيمية لموسم سباقات الخيل والفروسية 2022-2023 والفعاليات المصاحبة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التنظيم المميز للمواسم المقبلة بما يحقق التطلعات. كما تمت الموافقة على عدد من القرارات التي من شأنها الإسهام في تطوير مسارات العمل بالنادي بفعالية أكبر ورفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات.